هذه وقفه كجسدها التنسيقيه الوطنيه للاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد. كاين اربع وقفات متفرقه، كاين وقفه هنايا في طنجه، كاين وقفه في اكادير، كاين وقفه في بني ملال، ثم وقفه في كاين طنجه اكادير بني ملال ثم وجده عفوا. هاد الوقفات هادو كيجي تنزيلا للبرنامج النضالي اللي صدرته التنسيقيه الوطنيه، واستمرارا في المعركه النضاليه ديالنا اللي مستمره لازيد من 4 سنوات. الملف المطلبي كنظن راه كلشي ولا كيعرفو، يعني على راسه اسقاط مخطط التعاقد وادماج الاساتذه والاستاذات في اسلاك الوظيفه العموميه بعد 4 سنوات من المقاومه ومن الصمود ومن التحدي. يعني لا زالت الدوله المغربيه لم ترضخ انها تعطينا الحق ديالنا العادي للمشروع، بل اكثر من ذلك كاين محاكمات صوريه لمجموعه الاساتذه ديال الاستاذات. يعني يوم الخميس 30 جانفير غادي يتقدم 45 استاذ واستاذه لانظر المحكمه الابتدائيه بالرباط. كاين عندنا مجموعه من المصابين، مجموعه من المعطوبين. كاين الحاله ديال الاستاذ عبد المجيد الضاوي اللي يلاه الخميس اللي فات اللي دار عمل الثلاثاء اللي فات اللي دار عمليه جراحيه، ولا زالت يعني التبعات ديال العمليه الجراحيه مستمره. كاين استشهاد عبد الله حجيري في 2017. يعني هذوك هاد مجموع التضحيات يعني اللي كيقوموا بها الاساتذه والعائلات ديالهم، زيد على ذلك الاعتقالات، زيد على ذلك الضرب ومجموعه من الامور، يعني كتبين بلي الاساتذه راه ثابتين على مطلبهم. اليوم تجسد التنسيقيه الوطنيه للاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد انزالات قطبيه، نصيب جهتنا منها انزال قطبي تشارك فيه ثلاث جهات، جهه طنجه تطوان الحسيمه، جهه الدار البيضاء السطات، وكذلك جهه الرباط سلا القنيطره. هذا الانزال القطبي جاء للتنديد بكافه اشكال الحصار والعنف المادي والمعنوي الممنهج المسلط على نضالات الاساتذه الفرض عليهم التعاقد العادل والمشروعه، والمطالبه باسقاط مخطط التعاقد بادماج كافه الاساتذه في اسلاك الوظيفه العموميه دون قيد وشرط اسوه بزملائهم المرسمون في هذا السلك. كذلك جئنا لنندد بكل المتابعات الكيديه التي تطال مناضلي التنسيقيه على في المحاكم جراء حراكهم النضالي ومطالبهم العادله والمشروعه واحتجاجهم السلمي والحضاري. كذلك نندد بكافه أشكال العنف الإداري وكذلك المعنوي المسلط على نظرة الأساتذة، نذكر منه السرقات الموصوفة التي تطال أجور الأساتذة بحيث تعتبر جزافية وفاقت أيام الإضراب، في ضرب صارخ لكل المواثيق الدولية ولضرب صارخ للحق في الإضراب. كذلك ندين بالشطط الإداري الذي لا زال مستمرا، آخر حالة كانت حالة الأستاذ في مديرية الشاون الذي عنف، ولا زالت مديرية الشاون تتكتم على الملف و تحول دون إنصاف الأستاذ. جئنا كذلك لنقول للرأي العام ولنقول للجميع أننا لازلنا صامدون، لازلنا متشبتين بمطلبنا الوحيد والأوحد العادل والمشروع والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، والوزارة لحد الآن لا تريد الاستجابة إلى مطلبنا وإنما تحاول الالتفاف عليه بجلسات حوار ماراثونية من أجل تمرير ما تبقى من المخططات التخريبيه. ونددنا منذ سنه 2019 الى ان منذ سنه 2018 الى ان هذا المخطط التخريبي سيطال كافه التشغيلات التعليميه وسيطال المدرسه العموميه وكذلك الوظيفه العموميه. هذه المدرسه العموميه التي يهدفون الى خصصتها وتحويل الوظيفه العموميه الى وظيفه بالتعاقد حتى ترفع الدوله يدها على قطاع التعليم وجميع القطاعات الاجتماعيه في انبطاح تام لاملاء صندوق النقد الدولي من اجل تخفيض كلفه الاجور، كل هذا على حساب ابناء وبنات الشعب في تعليم مجاني عمومي عادل للجميع، كل هذا على حساب الاستاذ الذي درس لسنوات ويمارس مهامه بكل تفاني واتقان وبالتالي يواجه بهذا المخطط الذي لا ينصفه. نتفاجأ كذلك من الاقتطاعات التي تمت بعد اخضاعنا القصري للصندوق المغربي للتقاعد دون مسار تفاوضي ودون جلسة حوار. اذا الاستاذ المفروض عليه التعاقد لا زال مجمدا في الرتبة الاولى بعد للموسم السادس على التوالي ويعرف حصارا شديدا من هذا المنبر
ننادي كل أطياف الشغيلات التعليمية وكل مكونات إلى الوحدة والاتحاد من أجل مجابهة هذا المخطط الذي سيأتي على الأخضر واليابس. نطالب كذلك بالحرية لكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، والصراح كل الصراح للمناضلة فاطمة الزهراء ولد بلعيد التي اعتقلت على خلفية حركيتها النضالية في ملف المجازين المعطلين المنددين والرافدين للشروط الإقصائية التي طالت مباراة التعليم الأخيرة. مزيدا من الصمود، مزيدا من النضال، لازلنا نصمدون، لازلنا مصعدون حتى ننال حقنا، هذا الحق الذي لن يفرقنا عنه سوى الاستشهاد. وسنجسد الشعار الذي قلناه منذ سنتين أن المطلب غير قابل للتجزئة والمطلب غير قابل للالتفاف، وهو الإدماج إسوة بكافة زملائنا المرسمون في أسلاك الوظيفة العمومية. ودمتم للنضال أوفياء. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.